فضل أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ومولى الكونين ونور العينين وسفينة النجاة يا سيد الشهداء. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ففي يوم ثامن سافر الطواحل وعباس والأولاد جمعا وقاسم وتحدو به نجب وتطوي فذافدا كما القمر الساري وتسري أنتم إلى أن أتى في السير أرض مكر وقفه فيها ويتلو صيره. دعايا كراما ما يقال لهذه فقالوا كفوف قال والقلب مضرم لها إنس قالوا نينوى قال إنها كروب قال إنها كروب وهذه كربلاء أنا أعلم. هنا محشر الأبرار هنا محشر الأبرار ثم ومنشري وفيها يراق الدم أمرا محتم. فخيم فيها روحي له الفدا فأقبل جيش الكفر كالبحر يلطم. وشافت العسكر واصبحت زينب حزينة ونادت على العباس يا حامي الضعينة اشور على الوالي يردنا إلى المدينة قبل المسا يمسي وقبل اود اللي شاء
شلون نتقدم لخويا حسين بالشوق؟ الأرض هذه كربلاء والشعر عاشوق، فوزوا شهادة ومرجلة نور على عنه. هذي محل المرجلة وحل الرجاجي، وخوفي دول حسين ما شاروا إلا من الذل وخوف من المنية، وبعدي على اسمي خوش يدوم السرية. الحرب لا عاب ولا خيانة وعلي الزينب كربلاء حزنا وسعدنا، نوم انطرد بالسيف عنها ما انطردنا. الله عوينك من عقب شينك بعدنا، تشري بشد حبال واركب المعازية. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحسين يسأل عن كربلاء، ويقول لمن معه ما يقال لهذه الأرض؟ ترى أيجهل الحسين أرض كربلاء؟ وهل في من معه من هو أعلم منه بها؟ نعتقد أن شمول علم الإمام يستوعب معرفة البقاع، الأرض وما حوت، بل وزنها وكم ذرة فيها. فما وجه السؤال؟ اولا ان الامر خطير جدا، فالقضيه ليست بهينه، والمستقبل ليس إلا إتلاف النفوس. ثانيا، كما يقول الشاعر وكم سائل وكم سائل عن أمره وهو عالم. فما كل سائل جاهل، قد يكون السائل هو العالم والمسؤول هو الجاهل، وقد يكون بالعكس. مثلا سؤال المتعلم
للمعلم سؤال المتعلم للمعلم سؤال جاهل لعالم، لكن سؤال المعلم للمتعلم سؤال عالم لجاهل. فقد يأتي السؤال للتفهم والاستفهام، أسأل عن الشيء من أظن أنه عالم به لأعلمه وأفهمه. ولكن قد يسأل العالم الجاهل ليعلمه، فسؤال المدرس للتلاميذ مثلا الاختبارات أليست هي أسئلة؟ أسئلة يوجهها المعلمون أو الإدارة التعليمية للتلاميذ، ترى التلاميذ أعلم في هذه الحال؟ الموجه للسؤال هو العالم، والمسؤول هو الذي يظن فيه الجهل. وقدم السؤال كاختبار له هل يفهم او لا يفهم. فالمدرسة قد تحتوي على 2000 طالب وفيهم الفطن وفيهم الغبي وفيهم الجاد وفيهم المقصر وهكذا، ولا يمكن للهدارة أن تفهم هذا عن من هذا إلا بالامتحان والاختبار. وما ذاك إلا من طريق الأسئلة، فمن نجح في الجواب فهو الناجح. فجوابه الصحيح عن المسائل التي وجهت إليه تدل أجوبته على فهمه واستيعابه، وإن لم تكن جواباته صحيحة فهو المغفل أو أنه الذي لم يكترث بما قد قيل له. نرى أن الله سبحانه يوجه أسئلة لعبيده، هذا وهو العالم المطلق. إذا قلنا الله عالم لا بمعنى أنه يعلم أشياء، لا، وإنما بمعنى لا يجهل شيء. أما أنا وأنت وكل عالم من المخلوقين وعلماء السماء بل وحتى الملائكة يعلمون شيء ولا يعلمون شيئا. اترك كل اولئك واتجه نحو محمد فهو جامعة علم الكون. صحيح انه العالم الكامل بالنسبة لباقي المخلوقين فهو اعلى وافضل وأعلم من كل عالم في الأرض والسماء،
يقول صلى الله عليه وآله: ما من علم علمه الله الملائكة إلا وأنا أعلمه. إن الله علم الملائكة علما وأنا أعلم بالعلم الذي علمه الملائكة. Jangan lupa orang yang ada mati yang baik. Nanti nak tolak kamu ada hadis sa'id, ada hadis harbat, ada. Nanti kita nak tolak, nak tolak anda kerja. Wa'ajir ya ilahi faraja waliyi zamanina. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Hayaku. Nah, nak berdua, boleh ulang lagi. محمد وآل محمد. وعلمني علما لا تعلمه الملائكة. إذن فهو يعلم علم الملائكة والملائكة لا تعلم علمه، فهو أعلم من كل عالم، ولكن بالنسبة لعلم الخالق علمه ناقص، ولذا يقول له مخاطبا: لا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إذا أن يشاء الله، وقل ربي زدني علما. لذا فسر أهل الفن أي فن الحديث قوله صلى الله عليه وآله: الفقر شعري. فسروا حديثه لا بفقر الدراهم والدنانير، وانما الافتقار للعلم والامداد. اذا قلنا الله عالم، انما بالمعنى السلبي اي لا يجهل، اما غيره يعلم شيئا ويجهل اشياء. لذا يقول الشاعر: قل للذي يدعي علما ومعرفة: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. نرى أن هذا العالم وهو الله الذي لا يجهل شيء يوجه سؤالا لعبد من عبيده وهو موسى: وما تلك بيمينك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ ولذا لما أن كان سؤال جاء الجواب من عند العبد: هي عصاي، أتوكأ عليها. هاي معلومات موسى عن العصا، عصا لازم يكون عليها، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. شنو هي المآرب؟ مثلا يضع فيها مزودة ماء تمر مثلا، بعض الثياب مثلا، يعني يمضي يحطها بالعصا ويحط العصا على كتفه. مثلا اذا نزل، اذا صار في وادي غير ملح فيه نبات حشيش، يريد يقيم في ذلك المكان،
يركض العصا ويضع عليها حباءته لئلا تستوحش الغنم وتبقى من حول تلك العباءة تقوم مقامه، وهو قد وجه بعض العمل. وهكذا بعد أكثر منها المعلومات عن العصا ما عنده، لكن الله يعلم بأن في هذه العصا أسرار. هو يريد أن يعلم موسى عنها، فلذا وجه السؤال إليه لكي ينفتح الباب إلى تعليم موسى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. موسى عهدها عصا جماد ما كل شيء، ولكن ما ألقاها وإذا يرى العجب العجاب، حي ولكن لا كالحياة. ضخمة كالجبل، شلون انتفخت؟ شلون كبر حجمها؟ ولها قوائم كالاسطوانات، ولها وفرة على راسها شعر كآجام القصر، ولها عينان تقدح منها النار، ومن خران وفم يخرج منهما الدخان. نيران داخل بطنها، ولها ذيل ضخم ما ضربت به صخرة إلا وطعنتها. موسى صار بروح، فأوجس في نفسه خيفة. موسى خاف، قلنا خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وإلى موسى، مع أن الأمر صدر إليه بأخذها ولا يخاف منها، تقول الرواية والعهد على الراوي لف يده بعباءته، يراد يقبض عليها، خايفة تعضها، لها أنياب كالمناجم. فلما قبض عليها وإذا هي العصا، جاء الأمر اذهب إلى فرعون. من ضعيف قوي، احنا وياك، أرأيت كيف حولنا العصا الهينة في يدك ثعبانا؟ لا تقف أمامه الجيوش، اذهب إلى فرعون. حياكم، شاهدنا السؤال وجه من الأعلى للأسفل، من العالم للجاهل. موسى بالنسبة لربه جاهل طبعا، والغرض من ذلك هو أن يعلم موسى لا أن يتعلم من موسى. كذلك سؤال الحسين سلام الله عليه، وهو أعلم ممن معه بأرض كربلاء، لكنه يسأله أولا لينكشف الحال كله، وكإنذار لمن في قلبه شيء من حب الحياة.
يريد أن يخبرهم أن هذه هي الأرض التي أقيم فيها، وهي الأرض التي قصدتها، وهي الأرض التي أتجدل عليها، وهي الأرض التي أدفن فيها. إذن يريد أن يخبرهم أننا قد وصلنا الغاية وهي كرملة. فالذي يحب الحياة فمن الآن، من الآن فليبادر في الرواح قبل أن يحاط بنا ونحاصر في هذا المكان. إذا الحسين لم يسأل سؤال المتعلم الذي يجهل، وإنما سؤال المعلم الذي يعلم. وكيف يسأل سؤال الجاهل المتعلم وهو الذي يعرف موقع كربلاء وكم فيها من ذرة؟ كم مرة مر عليها الحسين وهي أبوه علي؟ مرات. وذلك بحكم كونه مع أبيه في العراق بالكوفة، وهي طريق إلى صفين رواحا ومدينة. ولقد مر علي بجيشه في صفين ماضيا إلى صفين مرات، مر بكربلاء، وفي مرة أخذ يتجول في كربلاء ويبكي يتذكر شنو بيجري على الأرض بأبي الغريب الوحيد، بأبي العطشان النازح عن الأوطان. وقد أخبر ابن عباس بأمر هذه الأرض، رأى بحرات الغبا فأخذها وشمها وبكى، فقال له ابن عباس: ما الذي أبكاك يا أبا الحسن؟ قال: أترى هذه البحرات الغبا؟ وقص قصتها عليه، وهو أن عيسى مر بهذه الأرض فرأى الضبا جاثمة وهي تبكي ودموعها تنحدر على خديها. سألها عيسى عن سبب حزنها فأخبرته بما سيجري على الحسين وأنها تبكي حزنا عليه، وهكذا حتى لعن عيسى يزيد ودعا عليه وأخذ من بحرات الكذبة وشمها ثم وضعها في مكان ما وقال: اللهم أبقها حتى يشمها أبوه. شهدنا لحسين يعرف كرملة وحدودها. ألا تسمعه يقول على منبر مكة محددا المكان تحديدا دقيقا قائلا: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس، شلون؟ بين النواويس وكربلاء. وقد أراها لأم سلمة حين جاءت تودعه: لا تفجعني بخروجك إلى العراق، فقد سمعت جدك يا رسول الله يقول: ولدي الحسين يقتل بأرض العراق، بأرض يقال لها كربلاء. فقال: يا أمه، وأنا والله أعلم أنني أقتل، وإن أردت
الكريم وأين أتجدل من علامة جوادي؟ وفي أي مكان يقطع رأسي ومن يقتل معي؟ والأماكن التي تقع فيها رجالي، هنا مسرح ولدي علي الأكبر، هنا مسرح ابن أخي القاسم، هناك مسرح أخي عباس، وهكذا حتى أرى قبره، يعني مكان قبره، وقبض لها قبضة من مكان من القبر، قلت له خذيها يا أم سلمة وضعيها في القارورة أو مع القارورة والتربة التي أعطاك إياها جدي رسول الله، فإذا رأيتيها قد تغيرت واحمرت فاعلمي أنني قد قتل. ويعلم ويعلم من يقتل معه وعددهم كم فرد بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم. ولذا سئل محمد عن خروجه وعدم خروجه مع الحسين فأجاب: إن أنصار أخي الحسين مكتوبة أسماؤهم عندنا في صحيفة ما يزيدون رجل ولا ينقصون رجل. لذا نجد أن الحسين سلام الله عليه يرسل لمن يجد اسمه في الصحيفة. إذا لم تحفظ الظروف التي تأتي به إليه لا ذل منه ولا خوف، وإنما كلزام عليه ما دام إلى اسم في الصحيفة فلا بد أن يرسل إليه. وبما أن أسماءهم مرصودة معروفة ما أصاب الحسين أي هول حين استقبله عسكر الحر ابن يزيد الرياحي، مهما جنح ومهما شط ومهما قال الحر لحسين عرف من أنصاره. ولكن هذه علوم لا يمكن إبداؤها للناس، بل تبقى كسر ويستعمل الأشياء على ظواهرها وحسب الظروف والأحوال. فالحر الذي خرج مستعدا لحرب الحسين الفارس وياه طلعت من الكوفة وإذا هو يسمع هاتف: أبشر يا حر بالجنة. شنو هذا شيطان ناديني؟ أنا خارج لحرب ابن بنت رسول الله، سأرتكب أعظم جريمة خروجي على الإمام المعصوم عازما على قتاله، وهذه جريمة إلى حد الارتداد والكفر. وشوية ضل عليك هذا اللي ناديني أبشر يا حرب الجنة، هاتف يسمع صوته ولا يرى شخص. الحسين يسير يريد العراق، والحر مقبل من العراق يتلقاه في الطريق لمحاصرته واخذه الى ابن زياد. محسن يسير ومعه قافلته العظيمه اكثر من 2500 ناقه وفرس جيش، والاعلام تخفق والحسين قدام الظهر، وحيث انه يواصل السير اخذته سنه من النوم وعلى ظهر الفرس. اخذ ينعس
وعلى الأكبر يمشي على ظهر الفرس بالقرب منه، ونحسين على ظهر الفرس ونكس رأسه ينعس، وإذا به قد انتبه فزعا مرعوبا قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فدنا منه ولده علي الأكبر: خيرا رأيت يا ابن رسول الله؟ قل يا ولدي غلبتني عيني، فعن لي فارس وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم. فقال له علي الأكبر: ألسنا على الحق؟ قال: بلى والذي مرجع العباد إليه. قال: إذن ارمي بنا على المات. لا نبالي أوقع علينا أم وقعنا عليه. فقال: بورك فيك يا ولدي، جزاك الله خيرا. وإذا واحد من أصحاب الحسين يقول: الله أكبر. فقال الحسين: الله أكبر، لم كبرت؟ قال: رأيت النخل والصلة الكوفة. فقام الحسين في ركابه أشرف قامة الرجال على الركاب ينظرون. ثم قال الحسين: ما الذي تراه؟ فقال أحد رجالي: ليس هو نخل يا ابن رسول الله، وإنما أنا أرى آذان الخيل ورؤوس الرايات والأعلام، وأنظر لمعاني الأسنة من بعيد، وليس هذا إلا جيش يتحدث معهم الحسين، وإذا قد بدت نواصي الخيل واتضحت الرؤية، وإذا أعلامهم كأنها أجنحة النسور. فقال الحسين: هذا جيش، جنبوا الطريق للأجتاز. فلما جنبوا الطريق عدل الجيش عليهم. فقال الحسين: ما هذا الجيش؟ وقاصدني أنا من مرجع. فقال الطماح بن عدي أو قيل بن حكيم: سيدي، هذا جبل آجا وسلمى، إن سبقت إليه وجعلته في ظهرك تكون في مأمن وصيانة وقوة. فهنا أمر الحسين بالاتجاه إلى ذلك الجبل، وإذا بالجيش قد عدل أيضا للجبل، فصار السباق بين جيش الاحتلال وبين جيش الحر، الكل يريد يجعل الجبل وزر إله، كهف إله، حمى إله. فهنا أمر الحسين أن تلذع الملاك بعسلة الرماح. عم تبت؟ أنا أشوفك ما تعتبر غير رجح. تطعم طعما خفيفا بعسلة الرماح، فشالت الدياق أذنابها وعخبت تأخذ بيديها ورجليها. عموا عليها نسوان ومحامل، نسوان ومعهم اطفال، قامت هكذا تعبد بيديها ورجليها. صارت المحامل هذا المحمل يضرب المحمل. فهنا ارتفعت الصيحات والضجات من النساء، ولكن الحسين سبق جيش الحر وأمر بحط الرحال ونصبت الخيام، ومنص الجيش الحر، وإذا قد نزلت النساء والحسين والجعل على ظهور الخيل استقبلوا الجيش، وإذا في مقدمتهم الحر بن يزيد الرياحي سلم: السلام عليك أبا عبد الله.
قال وعليك السلام من الرجل؟ قال الفر بن يزيد الرياحي. قال اين تريد يا حر؟ قال قصدي اليك. لما؟ قال امرت ان اجعجع بك حتى اوصلك الى الكوفه. لماذا؟ قال لتبايع الامير ابن زياد ليزيد بن معاويه. فقال يا حر ما اتيتكم حتى اتتني كتبكم؟ فقال له انا لست اعرف من كتب اليك ولا انا ممن كتب اليك ولا اعرف من هل كتب من. فقال الحسين يا عقبة بن سمعان اخرج الخرجين المملوئين كتب. عقبة عبد الرباط طبع الخرجين ونثر الكتب الحسين امام الحر وقال انظر 12,000 كتاب. من الواحد والعشر والخمسين والمية معناه الوف عشرات الوف مطمعش عن فرد الأعمى. فقال أنا لست أعرف هذا ولا أعرف إلا بيعة الأمير يزيد بن معاوية. فقال له الحسين وإن لم أفعل؟ قال لا أفارقك حتى أوصلك الكوفة. قال الحسين اذا الموت اولى لك من ذلك. يا حر اتكرهني على البيعه؟ والله لا اتبعك. فقال الحر والله لا ادعك. وهنا تقدم الحسين وتقدم الحر ايضا الى مقابل وتضاربا بالسياط على وجهي الفرسين. وأمر حسين أن تركب النساء وتتجه الضعينة للجهة التي يريد حسين فعارضه الحر. فلما عارضه صاحبه فكلتك أمك يا حر. وإذا بالحر قد تتعتع وقال يا حسين لو كان غيرك قائلا ما تركت أمه من الذكر مهما يكن ولكن لا اتعرض لامك الا بالخير. شفت شلون الطيب؟ ولكن اذا كان ولا بد انا لم اؤمر بقتالك خذ لك طريقا لا توصلك الى الكوفه ولا تعود بك الى المدينه لحتى ياتيني الامر من جديد من ابن زياد. فكحل وصف قبل الحسين هذا الحل وامر رجاله ان يكملوا هيئتهم للرحيل وانتظمت ضعينة الحسين. اوعز رجاله علي الاكبر قاسم عباس واخوته قالهم كونوا حول ناقة زينب بالامس نمشي وحدنا اليوم ويانا جيش ترى اخاف على زينب تتروح. وويلا وتقدم الحسين قدام الضعينة والتفت للطرماح قال له سكر قلوب النسوان يعني احدى الضعينة كان يتسلون شوية صارت ما خلف الضعينة ولعلع بصوته وكان صيت وبدوي يعرف شلون فنون الحداء وصح من خلف الضعينة يا ناقتي لا تجزعي من زجري. يمنع لعب صوته الناقة طروب حيوان طروب طربت النياق وأخذت توسع في خطاها
وشمر قبل طلوع الفجر بخير ركبة من وخير سفر حتى تحل بالعظيم النجر. لما جابت النياق ما بيها قال بالسير هذا ما يخور بالناقع قال بيجيها قامت توسع خطاها والمحامل تتمايل تتهادى على ظهور النياق. طبعا زينب والجسد ولا مخدرات ايش علمهم بفنون السير وشافت زينب محملها يتمايل يمين وشمال صدقت مكافى الهشاكيت العزم والباع شمر اردانك والزام عودك يا عبا شني عايم همصيب شايف عبا ما ظنتي نرجع بدولتنا المديمة قالها يا زينب هاد عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي ولو ترجي لبشاماتهم ويا العراق لبري جمع جمهم وانا عاد معي لا تشيميني ولا يزش في قلبك الخوف ما يهولني طعن الرمى حمر بلسيو بس سلمنا الله يسلم لي عليكم لحمل على العسكر وذكرهم بابونا ولا تعرفك يا عزيز روح وعافي يا فزنة هذا الذي منا مخافي يوم ما عزم ما ادري شلي والله من كان يلوال سبب وعلى تدمع العين من حاتف وعنصى عباس قايد هوي حديها الطارة الحلوه الصيح الزي حرقه وحسين قدام الله يمشي بساكين عمي تتذكر شي انت الان عرفت شلون سيارها وشلون عزتها وعزازتها وكرامة عدها لها تذكر شي ومن كربلاء ساد الله كلها بعادي
ومع الرعاة تستراكح بالعياسي قالت يا شي على العالم عمك مشي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين والفاتحة.